دلوقتي يجي ميعادنا مع فقرتنا الرياضية اللي بنستناها كل يوم اثنين وجمعة مع زميلنا نادر الخياط. وكالعادة زي ما تعودنا في فقرتنا اللي بننتظر فيها كل جديد ومختلف، لكن فقرتنا النهاردة مختلفة، هنتابع فيها كل الأحداث الرياضية بنظرة نقدية وتحليلية. تعالوا نشوف التقرير اللي جاي. خلينا صباح الورد عليكم، والنهاردة طبعا وزي ما تعودنا هنقول كل الأخبار الجديدة، هناخد تقرير وهنحاول نجيب نغطي كل الرياضات في مصر. النهاردة في الفقرة بتاعتنا الرياضية المرة دي برا الاستوديو، وبنلتقي بالأستاذ ياسر قاسم الناقد الرياضي ورئيس تحرير جريدة المساء. أهلا بيك. أهلا بحضرتك. يعني النهاردة في بطولات كتير اتحققت قبل ما نتكلم في كرة القدم، يد، طايرة، سلة، متصدرين، السكواش، التنس، عندنا ألعاب كتير. الألعاب دي من وجهة نظرك هل بسبب، مش هنقول تجاهل، قلة التغطيات الإعلامية بتاعتها وكل التركيز في الرياضة خلتهم ياخدوا البطولات ويتصدروا في المشهد؟ هو طبعا أكيد يعني كرة القدم بتستحوذ على اهتمام الجميع، مش في مصر بس لكن في العالم كله. يعني دايما كرة القدم هي اللي بتلقى الاهتمام بالكامل من جانب الإعلام، من جانب الجماهير، هي رقم واحد ما نقدرش ننكر دوت. لكن طبعا هي باقي اللعبات الاخرى زي ما اللي حضرتك قلتها بتختلف بقى من دوله الى دوله، يعني ورؤيه الدوله ورؤيه الشعب للرياضات ديت واهميتها بالنسبه لهم ايه، فبتكون من هنا الجماهيريه بتاعتها. لكن طبعا احنا هنا في مصر يعني للاسف عندنا دايما الكلوز الاعلامي دايما على كره القدم بس، اي ماتش كوره، اي نجم كوره، احنا عندنا ابطال عالم في اكتر من لعبه. يمكن لسه من كام يوم السكواش واخدين بطوله عالم الناشئين، وقبلهم طايره، واليد رابع العالم شباب. يعني في غير بطولات افريقيا برضو، يعني غير طبعا البطولات الافريقيه دي الحمد لله، يعني مصر دايما في اللعبات ديت متفوقه فيها وبتنافس فيها دايما، يا اما مركز اول يا مركز ثاني. وعلى مستوى العالم ابتدينا برضو ان احنا نظهر في هذه اللعبات سواء جماعي او فردي. يعني طب احنا عايزين نتكلم دلوقتي، نتكلم عن الكرة طبعا، ولازم نفضل نتكلم عن الكرة برضو. الحقيقة منتخبنا الوطني منتخب الشباب وكابتن حسام البدري يعني بيبدو اداء حسنا في النتائج بتاعتهم، والحمد لله ماشيين بشكل جيد. نتكلم عن منتخبنا المنتخب الشباب وبعد كده هننتقل بعدها عن الفريق الكبير. هو طبعا منتخب الاولمبي مع الكابتن حسام البدري طبعا الحمد لله هو وفق وتاهل لأول اول حاجه دوره العاب افريقيه. طبعا هو مش هيشارك لان عنده ما هو اهم اللي هي تصفيات افريقيا المؤهله لاولمبياد ريو دي جانيرو، عشان كده طبعا اعتذر عن المشاركة، عن عدم المشاركة في بطولة دورة الألعاب الأفريقية اللي هتكون في الكونغو سبتمبر المقبل. الفريق ماشي كويس مع كابتن حسام. هو كابتن حسام أنا بعتبره أنه محظوظ جدا، لأن يمكن أعتقد لأول مرة المنتخب الأولمبي بيضم تشكيلة من اللعيبة الموهوبين واللي كلهم تقريبا بيلعبوا درجة أولى مع فرقهم وأساسيين، ودي ميزة مهمة جدا جدا ان هم يعني في الفورمة على طول بالظبط كده، يعني جاهزين. يعني هتلاقي رمضان صبحي، هتلاقي محمود تريزيجيه، هتلاقي مسعد عوض، هتلاقي يعني في لعيبة كتير، هتلاقي مصطفى فتحي، يعني هتلاقي ياسر إبراهيم، هتلاقي لعيبة كتيرة جدا. ويمكن ديت حصل بسببها مشكلة في المباراة الأخيرة اللي لعبها المنتخب الأولمبي من كتر الجاهزين. لا هو مش لاقي لعيبة، عشان اللعيبة كلها عندهم ارتباطات مع انديتهم، سواء في كاس مصر او بطولة افريقيا قبل السفرية الاخيرة بتاعت اوغندا اللي هو الماتش الاخير في التصفيات. دي عملت له مشكلة كبيرة جدا ان هو مش لاقي لعيبة. يعني كابتن حسام بدري كان حلها ايه بقى؟ ما طبعا كان حلها ان السفر اتاخر يوم 24 ساعه عشان اللعيبه تخلص ماتشات في كاس مصر وبطوله افريقيا ويقدروا ان هم ينضموا. فدي طبعا ميزه كبيره جدا جدا، اعتقد ان كابتن حسام قدر ان هو يستغلها كويس وان هو يعمل تشكيله كويسه. قوام عنده ما فيش عنده اي مشاكل، ان هو عنده قوام اساسي موجود فيه مش اقل من 17 او 18 لعيب جاهزين، وفي منهم كمان
بيلعب في المنتخب الاول. طيب دلوقتي ده بالنسبه للفريق بتاع كابتن حسام بدري، بالنسبه للمنتخب الاول لكره القدم، وكوبر اخباره ايه مع المنتخب؟ والله انا من وجهه نظري شايف انه لسه بدري، لسه يعني بدري. رغم ان كوبر مثلا متولي المسؤوليه بقاله 3 4 شهور، لا بقى لسه بدري، ما نقدرش نحكم عليه دلوقتي. احنا ما لعبناش غير ماتش واحد بس رسمي في التصفيات الامم افريقيا 2017. لسه برضه ما ظهرش الشكل واضح قوي لمنتخب مصر مع كوبر، البصمات بتاعته لسه ما شفناهاش في الملعب بالشكل يعني اللي نقدر نحكم عليه وعلى مستواه الفني وعلى مستوى المنتخب في الماتشات اللي جايه. لكن اعتقد ان لما هنخش بقى الفتره الجايه هنلعب اكتر من ماتش في تصفيات كاس امم افريقيا، متهيألي ان هيبتدي يتضح بقى شكل منتخب ممكن الفتره الجايه يبقى عامل ازاي. نقدر بقى نقول ان اذا كان الصوره مبشره، لا يا جماعه الحقوا نفسكم، ده في قصور في امور معينه. لكن دلوقتي يعني انا شايف ان احنا نحكم عليه. طيب يعني هو موضوع شائك ولكن لازم عايز اتكلم فيه، وهو المشاكل بتاعت تظهر في النادي الاهلي. يعني ما كانش ده النادي الاهلي اللي احنا بنسمع عن مشاكل ما بين لاعب واداري او لاعب او مع مدير فني، الكلام ده كله اخباره ايه وتطوراته ايه؟ المشكله الاساسيه من وجهه نظري في النادي الاهلي دلوقتي هي موجوده داخل مجلس الاداره. مجلس الاداره طبعا كله او معظمه اعضاء جدد تماما، ما مارسوش العمل الإداري قبل كده في أي مؤسسة رياضية، وده طبعا أكيد لازم يعمل لهم يعني شوية ضربات طول ما هم ماشيين، يعني ما فيش خبرة التعامل مع المواقف. على عكس طبعا المجلس السابق متمرس، كان فيه طبعا من أول كابتن حسن حمدي أكتر من 30 سنة، كابتن الخطيب فوق 15 سنة، مهندس هشام سعيد، يعني أقل واحد في المجلس كان مثلا بقاله دورتين أو ثلاثة، فخدوا خبرات وعارفين كل كبيرة وصغيرة وعارفين المداخل إيه والبخارج إيه. فعشان كده كنا بنسمع في مشاكل في النادي الأهلي من زمان، مش من دلوقتي. مشاكل في النادي الأهلي أو في أي نادي المشاكل دايما موجودة، لكن ما كانتش بتظهر على السطح بالشكل دوت. وده سببه الأساسي قلة الخبرة بين أعضاء مجلس الإدارة. يعني ممكن يطلع عضو مجلس إدارة يدلي بتصريح، ممكن مسؤول في النادي مدير أو مسؤول في الكرة يطلع يقول تصريح، فمن هنا ابتدت تظهر الأزمات والمشاكل، إن مفيش كنترول، مفيش خبرة التعامل مع المواقف، إزاي نتعامل معها لما لعيب يتخطى دوره كلعيب. لكن طبعا أعتقد أنه مع الوقت ومع تكرار المواقف هيبتدي اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي ان هم يكتسبوا الخبره ازاي يتعاملوا مع الاعلام، ازاي يتعاملوا مع المشاكل، خاصه بعد المواقف اللي حصلت. طبعا يمكن دي اثرت كتير قوي على الفريق، زي ما شفنا طبعا تمت اقاله وائل جمعه مدير الكوره بعد خلافه مع حسام غالي. يمكن حسام غالي وائل جمعه هم تقريبا يعني نفس من نفس الجيل، يمكن وائل سابق شويه، لكن هم لعبوا مع بعض كتير جدا، ووائل هو الكابتن بتاع حسام غالي، وبعد كده حسام غالي بقى هو كابتن فريق. لكن طبعا انا شايف ان سواء حسام غالي او وائل جمعه الاثنين اخطاوا باي حال من الاحوال. وائل جمعه اخطا في تصريحاته اللي ادلى بيها وقال بيها كلام حاجات كلها ما كانش في داعي انها تحصل. بالظبط زي ما قلت لحضرتك، هي قله خبره. ما هو برده وائل جمعه كمسؤول في الكوره هو برده ما عندوش خبره، هو طلع من هو خرج من الملعب بالظبط كده، خرج من المستطيل الاخضر دخل في كلام ان مين يمسك تاني مكانه. في الوقت الحالي اعتقد ان هو هيبقى كابتن علاء عبد الصادق هو اللي هيمسك نفس المهمة. بالظبط، وهي كده اعتقد هو طبعا ما كانش يعني كابتن وائل الجمعة ما كانش بيقدر يعمل او ياخد قرار الا ما يرجع الاول لعلاء عبد الصادق المشرف العام على الكورة. طيب تمام، يعني اخيرا بقى نادي الزمالك العريس. الزمالك العريس وهو الحائز على الدوري ومباريات الكأس ومباريات افريقيا، نبتدي بالكأس الاول. مباراة الكاس طبعا الزمالك عنده مباراة مع حرس الحدود يوم السبت في دور الـ16. بالنسبة للزمالك مباراته طبعا مع نادي حرس الحدود مش تبقى سهلة، فريق حرس الحدود من الفرق اللي هي دايما يعني تقيلة بلغة الكرة كده بتعقرب
بتعقرب مع خاصه في ماتشات كؤوس. بالظبط كده يعني. وحرس الحدود كان بطل سابق لكاس مصر يعني، فهو مش غريب عليه يعني. ممكن وارد جدا طبعا ان هو يعمل جيم كبير قوي مع الزمالك وممكن يكسب يعني، ما نقدرش نتوقع زمالك او حرس حدود. لكن هي الميزه عند الزمالك ان هو يعني ماشي بقوه دفع المعنويات المرتفعه جدا بعد ما كسب الدوري ورجع الدرع بعد 11 سنه غياب، فدي طبعا مديها اللعيبه دفع معنويه كبيره وحماس جدا ان هم يعني زي الشهيه انفتحت بقى لحصد المزيد. طب افريقيا بقى، افريقيا اعتقد ان الزمالك مش هيلاقي صعوبه يعني، رغم ان هو خسر من هو دلوقتي متساوي في المركز الاول في متصدر مع اورلاندو بيرتس، لكن رغم ان هو خسر من ليوبار الماتش اللي فات، لكن اعتقد ان الزمالك مش هيلاقي صعوبه ان هو النادي الاهلي. النادي الاهلي ممكن شويه يبقى فيه صعوبه. تتوقع النادي الاهلي يكون في المركز الاول ولا اعتقد ان دي هتبقى فيها صعوبه شويه للاهلي. يعني ممكن يصطدم الاهلي والزمالك مع بعض. النجم الساحلي عنده تسعة بونت في الاول، وراه الاهلي 7 بونت. مشكله الاهلي انه عنده ماتش جاي مع الترجي في تونس. صعب. الترجي احيا اماله بالمكسب المفاجئ على الملعب المالي في مالي، فخد 3 نقط ودول كانوا اول 3 نقط للترجي، رغم ان الترجي الماتش اللي قبله خسر من الملعب المالي في تونس. فطبعا المجموعه بقت معقده شويه. على فكره بس مش عايز الاهلي والزمالك يصطدموا ببعض. ده توقعي الاكبر ان ما هيصطدموا. ان واحد فيهم هيبقى اول والتاني هيبقى التاني في مجموعته، فممكن يتقابلوا في المربع الذهبي الا لو حصلت مفاجآت يعني. برضو لسه واردة برضو. هو فاضل ماتشين دلوقتي او جولتين في دور الثمانية. نتمنى ان احنا يعني ما نشوفهمش في المربع الذهبي، ونشوفهم طبعا في النهائي عشان يبقى النهائي مصري. نقول مبروك ويبقى خلاص البطوله كده موجوده في مصر، وكمان الماتشين النهائي هيتلعبوا في مصر طبعا، فما بقاش في يعني سفر بقى بره مصر وكده. لكن انا شايف ان هي رايحه ان هيبقوا اللعب بينهم في الدور قبل النهائي. طيب اخيرا بقى اخر حاجه، السوبر المصري هيقام في الامارات فعلا زي ما اتقال ولا فعلا فعلا في الحر ده هناك؟ اتحاد الكوره لا ما يلعبوا طبعا بالليل يعني لو بالليل لكن يوم كام اتحدد ولا لسه؟ نعم لسه اليوم. بشكل نهائي لسه ما اتحددش، لان اتحاد الكوره مستني يحدد الاول ميعاد الدوري وبعدين يحدد ميعاد السوبر، بس اعتقد هي هتبقى في شهر اكتوبر يعني. الكلام كله يدور على ان الموسم الجديد يبدا في شهر اكتوبر، لكن لسه بشكل نهائي لم يحسم هذا الكلام. برضو السوبر لحد دلوقتي هيتلعب في الامارات. لكن ممكن يبقى في تغيير يعني لسه. النهارده احنا حتى في عندنا في المساء واخدين منشط ان جمال علام بيقول ممكن نلعب السوبر في مصر، بس بشرط واحد ان يبقى في جماهير في المباراة. جماهير محدودة بقى ولا هتفتح؟ هي المشكلة برضو يمكن اتكلم عليها المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة من كام يوم في مؤتمر. قال برضو ان مشكلة الجمهور الفترة الجاية. هو قال ان ماتشات المنتخب هيحضرها جمهور. نهائي الكونفدرالية لو في اهلي او زمالك او في الاثنين مع بعض لازم هتلعب طبعا بجمهور، ما فيش كلام. لكن الفتره الجايه المشكله ان احنا داخلين على انتخابات مجلس الشعب برلمان. فطبعا الناحيه الامنيه هتبقى صعبة شوية. لان وارد جدا ان بين الجمهور وحصلت كتير ان يبقى في مندسين ويعملوا لك مشاكل وفوضى في الشارع وكده. فهو ده القلق الوحيد اللي منع الجمهور لحد دلوقتي ان هو يحصل يعني ان هم يرجعوا تاني المدرجات. لكن بمجرد طبعا القلق ده ما ينتهي اكيد الجمهور هيرجع، ما فيش مشكله خالص. استاذ ياسر ياسم صباح الورد. صباح الورد على حضرتك وعلى كل مصر ان شاء الله. صباح الورد صباح وبشكر حضرتك. مشاهدينا دي كانت اهم المعلومات والاحداث الرياضيه الفتره اللي فاتت، عرفناها من الناقد الرياضي الاستاذ ياسر قاسم رئيس القسم الرياضي في جريده المساء. صباح الورد.